عندما تقف بجانب شجرة عظيمة شاهقة الارتفاع، تذكر أن تلك الشجرة كانت في البداية بذرة صغيرة نمت فصارت شتلة رقيقة تأخذها الرياح في كل اتجاه، ولربما وجدت تلك الشتلة من يرعاها ويرويها، فكان سبباً لها في أن تكبر وتصبح جذعاً مخضراً يستظل بظلها في بستان عظيم ممتد الأفق. تلك الشجرة تمثل بكل بساطتها ووضوحها أهم المبادئ التي نؤمن بها في قطر، فالإنجازات العظيمة تبدأ بأفكار صغيرة ما تلبث أن تكبر إن وجدت البيئة المناسبة لها. إن المستشرف للأمور يدرك بكل تأكيد أن المستقبل للشباب الريادي الذي سيكون عماد اقتصاد الدول المتقدمة من خلال قدرتهم على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون منبعاً للإبداع والطاقة وتوفير الفرص لجيل تواق للعمل والنجاح. إن التحدي الأساسي الذي نواجهه هو في كيفية بناء تلك المنظومة التي تحقق النجاح لتكون مصدراً للإلهام في زمن تعاني فيه الشعوب في العالم من مشاكل ومتغيرات اقتصادية واجتماعية صعبة. لذا ولدت صلة لتكون المبادرة التي تعمل من أجل تشكيل بيئة ريادية خلاقة ومميزة في قطر. إن المنظومة الريادية تتشكل في الأساس من العلاقة بين الريادي والمستثمر، وحولها تدور مراحل تطور ونمو الأفكار والمشاريع الناشئة إلى مشاريع كبيرة. فكلما كانت العلاقة والتفاعل أكبر بينهما، كانت نسب النجاح أكثر وأقوى. ولكن إن وجدت هوة بين الطرفين، كانت تلك المنظومة غير فعالة أو قادرة على تحقيق قصص نجاح تلهم الآخرين. لذا فإن صلة تعمل على الربط بين رواد أصحاب المشاريع الناشئة وبين المستثمرين الأفراد لتشكيل نواة تدفع المشاريع نحو التقدم لمراحل أبعد وأفضل. ثم تعمل صلة على توسيع دائرة الاتصال لتشمل شبكة من الرواد والمستثمرين والشركات الراعية التي قد ينتج عن تواصلها وتفاعلها توفير الفرص والمشاريع لتلك الشركات التي تدفع بها للتطور والنمو. ومع بقاء التواصل، فإن صلة تعمل على تمكين الرواد من النجاح والوصول بدورهم إلى مرحلة يصبح هم في المستقبل أفراداً مستثمرين في شركات ناشئة أخرى، وهكذا تدور تلك المنظومة بنجاح. إنما سيميز البيئة الريادية في قطر وجود العقول النيرة الشغوفة للنجاح والتميز والقيادة المتمكنة المستشرفة للمستقبل. إن إدراك الصلة لتلك العلاقة بين الاستثمار والمشاريع الناشئة، وأن الحاجة ليست فقط لتوجيه الرياديين بل وتوجيه المستثمرين نحو فهم صناعة المشاريع الناشئة وكيفية التعامل معها، لهو السر الأساسي للوصول لبيئة ريادية ملهمة وخلاقة. إننا في صلة نؤمن بنقل الشغف والطموح من عقول الرواد الشباب إلى قلوب المستثمرين لنؤسس بها قصص نجاح ملهمة. عندما تقف بجانب شجرة عظيمة شاهقة الارتفاع، تذكر أن تلك الشجرة كانت في البداية بذرة صغيرة نمت فصارت شتلة رقيقة تأخذها الرياح في كل اتجاه، ولربما وجدت تلك الشتلة من يرعاها ويرويها، فكان سبباً لها في أن تكبر وتصبح جذعاً مخضراً يستظل بظلها في بستان عظيم ممتد الأفق. تلك الشجرة تمثل بكل بساطتها ووضوحها أهم المبادئ التي نؤمن بها في قطر، فالإنجازات العظيمة تبدأ بأفكار صغيرة ما تلبث أن تكبر إن وجدت البيئة المناسبة لها. إن المستشرف للأمور يدرك بكل تأكيد أن المستقبل للشباب الريادي الذي سيكون عماد اقتصاد الدول المتقدمة من خلال قدرتهم على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون منبعاً للإبداع والطاقة وتوفير الفرص لجيل تواق للعمل والنجاح.
إن التحدي الأساسي الذي نواجهه هو في كيفية بناء تلك المنظومة التي تحقق النجاح لتكون مصدراً للإلهام في زمن تعاني فيه الشعوب في العالم من مشاكل ومتغيرات اقتصادية واجتماعية صعبة. لذا ولدت صلة لتكون المبادرة التي تعمل من أجل تشكيل بيئة ريادية خلاقة ومميزة في قطر. إن المنظومة الريادية تتشكل في الأساس من العلاقة بين الريادي والمستثمر، وحولها تدور مراحل تطور ونمو الأفكار والمشاريع الناشئة إلى مشاريع كبيرة. فكلما كانت العلاقة والتفاعل أكبر بينهما، كانت نسب النجاح أكثر وأقوى. ولكن إن وجدت هوة بين الطرفين، كانت تلك المنظومة غير فعالة أو قادرة على تحقيق قصص نجاح تلهم الآخرين. لذا فإن صلة تعمل على الربط بين رواد أصحاب المشاريع الناشئة وبين المستثمرين الأفراد لتشكيل نواة تدفع المشاريع نحو التقدم لمراحل أبعد وأفضل. ثم تعمل صلة على توسيع دائرة الاتصال لتشمل شبكة من الرواد والمستثمرين والشركات الراعية التي قد ينتج عن تواصلها وتفاعلها توفير الفرص والمشاريع لتلك الشركات التي تدفع بها للتطور والنمو. ومع بقاء التواصل، فإن صلة تعمل على تمكين الرواد من النجاح والوصول بدورهم إلى مرحلة يصبحوا هم في المستقبل أفراداً مستثمرين في شركات ناشئة أخرى، وهكذا تدور تلك المنظومة بنجاح. إنما سيميز البيئة الريادية في قطر وجود العقول النيرة الشغوفة للنجاح والتميز والقيادة المتمكنة المستشرفة للمستقبل. إن إدراك الصلة لتلك العلاقة بين الاستثمار والمشاريع الناشئة، وأن الحاجة ليست فقط لتوجيه الرياديين بل وتوجيه المستثمرين نحو فهم صناعة المشاريع الناشئة وكيفية التعامل معها، لهو السر الأساسي للوصول لبيئة ريادية ملهمة وخلاقة. إننا في صلة نؤمن بنقل الشغف والطموح من عقول الرواد الشباب إلى قلوب المستثمرين لنؤسس بها قصص نجاح ملهمة.